السلام عليكم ورحمة الله. نحن هنا من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. معنا اليوم نائب رئيس الاتحاد المصري السيد حسن فريد. أهلا وسهلا بك. في البداية أهلا وسهلا بقناة الهداف في مصر، وأهلا وسهلا بيكم في بلدكم، وإحنا بنرحب بيكم وبنرحب بكل الأشقاء العرب وبصفة خاصة الأشقاء الجزائريين. وأنا واحد من الناس بحب الكرة الجزائرية ومتابع ليها جيد، ولاعيبة الجزائر المحترفين في الخارج كلهم بيشرفونا ومتابعينهم. يعني ونحن هنا متواجدون في مصر، يعني لاحظنا يعني انه تفاعل كبير للجماهير المصرية مع المنتخب الوطني الجزائري، يعني فرق كبير يعني بين ما كان حدث بين المنتخبين سنة 2009 والأزمة الكبيرة التي نشبت يعني بين حتى اتحاد الكراتين في البلدين وبين ما يحدث الآن. يعني فرأيك لماذا هذا التغير يعني ب 180 درجة يعني في العقليات يعني من هنا؟ نمرة واحد، أنا متابع للكرة الجزائرية زي ما قلت لحضرتك، وأنا كنت رئيس لنادي الترسانة لمدة 20 سنة، وكان عندي لعيب جزائري، فعارف أن اللعيب الجزائري لعيب مقاتل ومقاتل شرس في الملعب، كان اسمه علام بوفارما، يعني قضى معنا وقت جميل. وكان في التوقيت دوت محمد ابو تريكه لسه موجود في نادي الترسانه، فكانوا هما الاثنين بيلعبوا في رودين لنادي الترسانه، وده كان العصر الذهبي لما كان موجود بوفارما وتريكه في نادي الترسانه. الكوره عمرها ما تفرق الشعوب، احنا بنحب الشعب الجزائري وبنقدر الشعب الجزائري ونقدر المسؤولين عنه، وبصفة خاصة انا بتكلم عن الرياضة، وبصفة خاصة الحاج محمد روروة، وانا تربطني علاقة طيبة بالحاج محمد روروة، والحقيقة قابلته كذا مرة، وحتى قبل ما اعرفه شخصيا كان هناك البوفارما كان عاوز يسيب نادي الترسانة، فكان في خلاف مادي فاتصل بيا الحاج محمد روروة وقال لي اعطيه الاستغناء وانا هبعت لك الفلوس على طول، فهو كان مستعجل وعلى طول عملنا اللي بيقوله. احنا بنقدر الجزائر ونقدر شعب الجزائر ونقدر الرياضه في الجزائر، حتى احنا بنفكر بصفتي المشرف على الفريق الاول في المنتخب مصر، بنفكر ان احنا بعد كاس العالم نلعب مباراه وديه استعدادا لتصفيات كاس افريقيا في سبتمبر مع الفريق الجزائري اللي ما يمتاز به من قوة وشراسة في الملعب، وده الطابع الافريقي، واحنا نتمنى ان احنا نلعب مع الجزائر بس يخلصوا كاس العالم وان شاء الله يكون في لقاء. ربما خسرتم منتخب الجزائر ربما لتشابه مع المنتخب التونسي الذي وقعتم معه يعني في المجموعة الأخيرة في تصفية كأس أمم أفريقيا. صحيح، ده كلام معقول، تقارب الشمال أفريقيا كلهم متقاربين في الأداء. ويعني باشرت يعني اتصالات مع مسؤولي الاتحادية الجزائرية لتحديد موعد إجراء هذه المواجهة. تملي نختار الوقت المناسب بعد ما يخلص الكاس العالم ويخلص المونديال، نبتدي نراسل الاتحاد الجزائري، واعتقد مش هبقى فيه مشكلة لان الحاج محمد روروة تربط علاقات طيبة بالكابتن هاني ابو ريدة، وهم اعضاء الاثنين في الكاف واعضاء في الفيفا ان شاء الله. والمباراة حتجرى في الجزائر او في مصر يعني مبدئيا؟ يعني دي بلدنا ودي بلدنا بغض النظر حتقام فين، الجزائر بلدنا ومصر بلدكم، اهلا وسهلا في اي حته في اي مكان. جلست يعني متخوف يعني من تكرار سيناريو 2009 يعني في السنوات القادمه، يعني في حال يعني ما تقابل المنتخبان يعني في مباراه مصيريه سواء للتاهل الى كاس افريقيا او كاس العالم، يعني ممكن يعني انهم يلتقوا في مباراه رسميه في السنوات القادمه، يعني ألست متخوف؟ عمري ما كنت متخوف من العلاقات الرياضيه، ما حدث في الماضي ماضي لن نعود إليه، هناك أخطاء من الجانب المصري كثيرة، وإذا كان هناك خطأ إحنا بننساه وبنتطلع لمستقبل أفضل في ظل قيادة جديدة لمصر، ويعني نتمنى العلاقات تعود كما كانت في الستينات والسبعينات. وإن سياسة الاتحادية الجزائرية الآن تعتمد على اللاعبين المحترفين، يعني من أصل 23 لاعب جزائري مشاركين حاليا في المونديال، هناك يعني 21 لاعب كلهم يعني مكونين في مدارس أوروبية، عكس ما هو موجود يعني في الاتحاد المصري أين نلقاه يعني 95% من اللاعبين هم لاعبين محليين. في رأيك يعني هل تعتقد بأن سياسة الاتحادية الجزائرية يعني سياسة يعني ناجحة مقاه؟
افضل يعني افضل. وده اللي ناديت بيه، كان عندنا اجتماع امبارح هنا في الاتحاد مع لجنه الانديه القسم الاول، وانا كنت رئيس الاجتماع، واقترحت ان اي لعيب من سن 18 سنه لسن 21 سنه يحترف في الخارج، الاتحاد المصري عليه انه يعوض ناديه بمبلغ مادي يرضي النادي، لان الانديه هنا في مصر بتبقى متمسكه جدا بلاعبتها وتغالي في الاسعار. فاحنا لما هو ياخد من الاحتراف مبلغ ثم الاتحاد يديله مبلغ، نقدر نرضي النادي، زي ما في الجزائر، زي ما في السنغال، زي ما في ساحل العاج، زي ما في الكاميرون، زي ما في نيجيريا. لابد انك تسيب اللعيب وهو في السن الصغير على الاقل على اساس انه يتعلم اصول كرة القدم. ولكن في الجزائر اللاعبين يعني هم مولودين في فرنسا، يعني مكونين هناك يعني في المنطقة، وحتى يعني هنا في الجزائر هاجس اللعب الجماعي يطرح بقوة، يعني عكس ما هو موجود عندكم في مصر. يعني منتخب مصري منذ سنوات يعني ورغم تراجعه لأنه معروف عليه أنه يلعب كرة جماعية منظمة، يعني عكس الجزائر يعني اللي تعتمد على الفرديات اللامعة أكثر. يعني لسه متخوف يعني من أن يتحول منتخب مصر إلى 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 مثلا إلى طريقة لعب مشابهة، تصبح مشابهة لما هي عليها المنتخب الجزائري، أنه أصبح يعتمد على الفرديات. يعني على العموم الفرديات مهمة في توقيت، والجماعية مهمة في توقيت. يعني لما فريق أو منتخب يجمع ما بين الفردية والجماعية هذا مفيد للفريق. والجزائر عندها الحتتين، عندها الفردية وعندها الجماعية. منتخب مصر عنده الجماعية وعنده الفردية، إنما بعض أحيان الكيرف بيقع من أي تيم. إن شاء الله مصر تعود كما كان. سؤال أخير كابتن حسن فريد، يعني في رأيك يعني لو تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بالبرازيل، يعني وأنت ربما شاهدت بعض المباريات، شاهدت المستوى كأس العالم، هل تعتقد يعني بأنه منتخب مصر كان قادر يعمل نتيجة في كأس العالم هذه لو تأهل؟ يعني الحقيقة إحنا كنا في شيلي قبل المونديال في مباراة ودية مع منتخب شيلي، والصحافة قالت ان المنتخب المصري منتخب قوي جدا. شانشيز قال احنا ما كناش متوقعين المنتخب بهذه القوة، المنتخب المصري بهذه القوة، المنتخب المصري كان يستاهل انه يروح كاس العالم لانه افضل من فرق كثيرة في كاس العالم. وده يعني خير دليل على الكلام اللي حضرتك بتقوله. بس حسين حسن فريد، شكرا جزيلا لك على استضافتنا هنا، اتمنى ان نلتقي بك في مناسبات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحياتي للشعب الجزائري والرياضه الجزائريه.